بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 129. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ البلاغ المبين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في أحكام المواريث امتدادا لما سبق. فالإرث هو انتقال مال الميت إلى حي بعده حسب ما شرعه الله، وله أسباب ثلاثة. أولها الرحم، أي القرابة، وهم قرابة النسب. قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، سواء قربت القرابة من الميت أو بعدت إذا لم يكن دونها من يحجبها. وتشمل القرابة أصولاً وفروعاً وحواشيا. فالأصول هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور، والفروع هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. وثاني أسباب الميراث النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة، لعموم قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى قوله: ولهن الربع مما تركتم الآية. ويتوارث بعقد الزوجية الزوجان من الجانبين، فكل منهما يرث الآخر للآية الكريمة. ويتوارث به الزوجان أيضا في عدة الطلاق الرجعي، لأن الرجعية زوجة. وقول الفقهاء رحمهم الله: عقد الزوجية الصحيح، يخرج به العقد غير الصحيح، لأن فلا توارث بالنكاح الفاسد لأن وجوده كعدمه. والثالث من أسباب الإرث ولاء العتاقة، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ويورث بها من جانب واحد فقط، فالمعتق يرث عتيقه دون العكس، ويخلف المعتق من بعده عصبته بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير. والدليل على التوريث بالولاء قوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذلك الولاء، وهذا بإجماع أهل العلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. هذه أسباب الإرث المجمع عليها بين العلماء، وهناك أسباب مختلف فيها، كالموالاة والمعاقدة والمحالفة وإسلامه على يديه والتقاطه ونحو ذلك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يورث بهذه الأسباب عند عدم الأسباب المجمع عليها. والخلاف في ذلك مبسوط بأدلته في كتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه، ولا يتسع المقام لعرضه. والورثة ينقسمون باعتبار الجنس إلى ذكور وإناث، والوارثون من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وابن الابن يعد ابنا، لقوله تعالى: يا بني آدم يا بني إسرائيل. والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور، كأبي الأب وأبي الجد، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. والجد أب، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس. والأخ مطلقا، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فهذه الآية في الإخوة لغير أم، وهم الإخوة الأشقاء أو لأب. وقال تعالى في ميراث الإخوة لأم: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وابن الأخ لغير أم، أما ابن الأخ لأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام. والعم لغير أم وابنه وإن نزل بمحض الذكور،
لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والزوج لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والعاشر ذو الولاء وهو المعتق أو من يحل محله، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الإبن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. والأم والجدة، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وعن بريدة مرفوعا: للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود. والأخت مطلقة شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. ولقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إلى قوله: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. والزوجة لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم الآية. والمعتقة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. هذه جملة الوارثين من الذكور والإناث، وعند التفصيل يبلغ الرجال 15 وتبلغ الإناث 10، ويعرف ذلك بالتأمل والرجوع إلى المصادر. والله تعالى أعلم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.